بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سيدا علقت أرواحنا فيه، تشع أنوار أهل البيت من فيه. ما قدر روحي لكي أفدي بها رجلا، ودت ملائكة في العرش تفديه. في تقريرنا الأول اليوم، الحاج باتيستا برازيلي من ساو باولو، كان موظفا في خدمات المسجد، واليوم هو قارئ عزاء ولديه مؤلف عن الإمام الحسين. حسن أبو ريا أرسل لنا هذا التقرير. حاج باتيستا اللي جايين نعمله اليوم زيارة، هو موجود هون جوا، خلينا نشوف كيف. السلام عليكم حاج باتيستا. السلام عليكم باتيستا. الإمام حسين كيكي اللي هي بروفيسور؟ Como meu amigo acabou de falar, o Imam Hussein é o símbolo da resistência para o muçulmano. O muçulmano, ele pode se apegar no seu dia a dia, entendeu? Na luta que o Imam Hussein teve pelo seu povo, a luta que o Imam Hussein teve pela liberdade do povo, a luta que o Imam Hussein teve pela democracia. E o Imam Hussein só queria que o povo pudesse estar vivendo bem e vivesse em paz. E com sua religiosidade que o profeta Salavun Sala deixou. Esse que era o objetivo do Imam Hussein. O maldito assassino cortou suas duas mãos. Naquele mesmo momento. O Ivan também andou osta, certo? Também Ma Batista. Fahed Lanchev Shosta. Meu nome é Ivan, eu sou um revertido, sou brasileiro, nascido em São Paulo. Estou aqui do lado do meu amigo Batista, é uma pessoa muito importante para nós. O que ele trouxe para nós, todos esses poemas, toda a tradição falada em português, que pode ajudar bastante para a gente, como nós estamos fazendo latimia, um símbolo de resistência. Nós temos que ver irmã Hussein, que não podemos deixar que ninguém nos oprima, seja lá quem for, seja lá que posição que a pessoa esteja. Como eu disse, com Batista, eu sou um filho de gêmeos. Então, eu tenho aqui a irmã Aya, que vai viver um pouco da sua infância. Eu sei que Batista, quando eu era pequena, ele é um homem muito bom. كان كتير يتعاطى معنا بس مغلوب وكان يحبنا كتير. السلام عليك يا ابن رسول الله. لا تقتصر الإحياءات في الاغتراب على مجالس العزاء واللطم، بل تتعداه إلى كل أشكال الفن، من موسيقى تصويرية إلى مسرحيات درامية. مشاهدينا، للعام الخامس على التوالي تقدم الجالية اللبنانية في السويد عاشوراء في مسرحية تتلمس معاني العشق والوفاء والإباء. أحمد صقراوي مخرج هذه المسرحية أرسل لنا هذا التقرير. دورك إنه أنت رايح على النهر، أنت رايح بدك تجيب المي، توقفك سيدة سكينة وبتقول لك إذا شربت، بهالمعنى إنه إذا شربت تتذكر عطشنا. تطلع هون صوت المية. عمي أبو الفضل، أنت هون. نعم يا حبيبتي. عاشوراء هي مدرسة للجميع، هي دراما اجتماعية، دراما أخلاقية، دراما سياسية بكل معنى الكلمة، دراما إعلامية بكل معنى الكلمة، خاصة يعني كمان رح نمثل نحن المشهدية وقوف سيدة زينب عليها السلام بوجه يزيد وبتقول له والله لن تمحو ذكرنا. هيدي الرسالة عم توصل بصوت وصورة للجميع إنه نحن لولا موقف السيدة زينب ولولا استشهاد الإمام الحسين عليه السلام ما كنا موجودين. أنا عم مثل دور جند من جنود غزال رحمة الله عليه بهالمشهدية. صح هو دور مكروه عند كل العالم، بس عم نوصل للعالم مدى إجرامهم وطغيانهم على الإمام الحسين.
هذه السنة عم مثل دور سيدة زينب عليه السلام. رغم كل الحزن والمصائب سيدة زينب ظلت قوية وصبورة. هي خسرت أولادها إخوتها ولد إخواتها وقفت بوجه يزيد لتعلمنا كيف نوقف بوجه الظلم دفاعنا عن شرفنا وديننا. السنة رح مثل دور السيدة رقية. أنا من لما بلشت مثل المسرحية عاشوراء صرت أتأثر بهالشخصية كتير وتعلمت منها معنى التضحية. دوري بهذه المشهدية هو دور السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام، تحضر على جسد إمام الحسين عليه السلام مع كمية من المشاعر والحزن والأسى. هيدا درس لكل الأمهات اللي بيقدموا أولادهم شهداء. سيدتي زينب يا بنت أمير المؤمنين خذي يا رب. من السويد إلى مدينة هانوفر الألمانية، مطبخ على حب أهل البيت وأخوات يحضرنا طبخة الهريسة. فضل رعد وهذا الطبخ. حجي كم سنة صاركم تعملوا هريسة أنتوا؟ نحن بهيدي السنة إلنا 15 سنة بخبرة الإمام الحسين عليه السلام. أنا يعني بعدنا تقريبا الشيخ عبد الحسين سيدة زينب ومنهم بهذه الخدمة. يعني إن شاء الله نتمنى إن شاء الله إنه بناتنا وأحفادنا يضلوا على ماشيين على هذا الخط اللي نحن هلا ماشيين عليه وعلى الخدمة الحسينية. نحن يعني بخدمة الإمام الحسين وحكومة الزهراء إن شاء الله، والله سبحانه وتعالى يتقبل مننا ومن الجميع يا رب. نستطيع انه نجيب اولادنا ونحافظ على اولادنا واجيالنا بهالبلد قد الاستطاع يعني. ومننا الشكر على النشأة الحسينية ان شاء الله وما منقصر. تستقبل الجالية اللبنانية في بروكسل في بلجيكا ضيوفاً دبلوماسيين لتقديم العزاء بمصاب أبي عبد الله الحسين. فماذا يقول الضيوف في الإمام الحسين عليه السلام؟ فياض مشيك أرسل لنا هذا التقرير. استقبلت جمعية رسول الرحمة في بروكسل أمس السفير اللبناني في بروكسل ولوكسمبورغ السيد رامي مرتضى، كما استقبلت الجمعية أيضاً القنصل يوسف جبر لحضور مجلس عزاء وتقديم العزاء بمصاب الإمام الحسين عليه السلام. نحن نقول دائما أن إحدى القيم الأساسية التي تكتنزها عاشوراء هي الوحدة، الوحدة بين المسلمين، والوحدة أيضا في سبيل تمتين أواصر العلاقة بين المغتربين اللبنانيين في هذه الأرض والمجتمع المضيف، أن ننقل إليهم هذه القيم المباركة التي تكتنزها عاشوراء. وهذا كان عنوان هذه الليلة العاشورائية المباركة. ونحن لدينا جالية في بلجيكا نموذجية تحترم دائما الأنظمة المحلية وتعمل لأمن وأمان المجتمع الذي نبادله كل محبة. ونقول دائما أن عاشوراء هي انتصار المظلوم على الظالم، وأن قيم الانتصار للمظلومية هي قيمة عاشورائية مستمرة، وثورة الإمام الحسين تستمر طالما هناك ظالمين وطالما هناك مظلومين. فنبارك للإخوان الذين نظموا هذه الأمسية ونشجعهم على المضي دائما تحت شعار الوحدة والشكر. نحن الحقيقة السنة بالإكسال مناسبة عاشوراء كانت جامعة لكل الأطياف الجالية اللبنانية من مسيحيين ومسلمين، وهذه خطوة لازم يخطوها الكل عن الاعتبار بجميع أنحاء لبنان وبجميع أنحاء العالم، لأنه هذه مناسبة لازم تجمع جميع الأديان، مناسبة محترمة ولا دلالات كثيرة إيمانية ودينية. والإمام الحسين يجمعنا ويجمع جميع أطياف الاقتراب. فياض مشيك، برنامج عاشوراء في كل أرض، بروكسل.
بي خاش بدر يا أبتي العطش قد قتلني والثقل الحديد جادني أبرمي ولا سمس على التندو يلبس بالأسر ما أسمعين بس ينتدو. إن أهم ما تعلمناه من الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء هو التضحية لأجل الإسلام. وأمر آخر قد تحدثنا عنه في هذه الليلة هو أن فلسفة ثورة الإمام الحسين عليه السلام هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تعلمنا الجهاد ضد الظلم والتضحية الكاملة في سبيل الله وفي سبيل الإيمان بدين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ودين علي عليه السلام وأهل بيته الكرام. وأنا أعتقد أن الجهاد ضد الظلم هو أمر مهم جدا، لأن الإمام الحسين عليه السلام هو وأصحابه الذين استشهدوا في كربلاء ضحوا بأرواحهم لكي يصل الإسلام إلى يومنا هذا، ونستطيع أن نطبق الأحكام الدينية بالطريقة الصحيحة بطريقة أهل البيت عليهم السلام. هناك واقعتين في كربلاء قد تأثرت بهما بشكل كبير. الأولى عندما قتلوا أبو الفضل العباس عليه السلام وقطعوا يديه، وعندما رموه بالسهام في عينه وفي جسده. هذه قصة قد تأثرت بها جدا. والقصة الثانية هي الإمام الحسين عليه السلام عندما قطعوا رأسه الشريف ورموه بالسهام في كل جسده. وأيضا قصة عبد الله الرضيع عليه السلام عندما كان بين يدي الإمام الحسين وضربوه بسهم في رقبته حيث ذبح من الوريد إلى الوريد بسهم كان للكبار وهذا طفل صغير. وطبعا هاتين القصتين تجعلني أكثر حزنا بعد سماع واقعة كربلاء، وباقي القصة أيضا هي مؤثرة جدا في قلوبنا وفي قلوب جميع المؤمنين. ومن أجواء الإحياءات في أوروبا أرسلت هذه التقارير. الروس مني الخوف مني قبل لا يطيقها تجي إلى وجهي أنا بفاضل أن يصد لا يموت بي واويلي واويلي واويلي. هكذا أراد الله أن يصل صدر أبي عبد الله حسين إلى كل أصقاع العالم ومنها أوروبا وبالتحديد فرنسا وبالأدق باريس حيث تجتمع الطوائف وتأتي من كل حدب وصوب استجابة لدعاء أبي عبد الله الحسين ألا من ناصر ينصرنا. يا ضيف من صحان يحبيه وتهلل بالخير طلع لك يا رب تنبأ بأنه بعد قرون سوف يكون لهذا الإمام العظيم الإمام الحسين سلام الله عليه سوف تكون له ولقتله حرارة في قلوب المؤمنين لن تنطفئ ولن تبرد أبدا. هذه الحرارة التي لا تبرد ولا تنطفئ تتجسد في هذه الأيام عبر هذا الحماس المنقطع النظير عبر الأقطار وعبر الأراضي وعبر البلدان، وكما هو الحال هنا في باريس تتمثل وتتمظهر في هذا التفاني في سبيل خدمة أبي عبد الله الحسين وخدمة رواد مجالس أبي عبد الله. Qu'on soit assassin ou victime, colonisateur ou colonisé, oppresseur ou opprimé, on se réclame toujours appartenir à la vérité. Ludo est en train de nous suivre. Très bien, vous êtes ici. Mais quelqu'un, vous l'avez-vous vu en train de vous espionner quand je donnais l'indice là-bas? Oui, vous. Non, moi j'ai pas vu lui, mais moi j'ai rien vu. Moi j'ai rien vu. Il y a un témoin. Ah, un témoin, monsieur le témoin, vous êtes à la barre ici. Numerosas heridas, la sangre se escapaba de su bendito cuerpo. Por esa razón y debido al duro combate que había liberado y al mucho calor. Süd oder im Nord. O Imam, ich frage dich, warum diese Unterdrückung, warum diese Ungerechtigkeit?
Ô Imam, ich frage dich, warum dieser Krieg, warum dieser Schmerz? Das fließende Blut, das bricht mir mein Herz. Ô Imam, ich frage dich, warum Muslime und Muslime kriegen sich? Warum Schiite und Schiite bekämpfen sich? Warum Bruder und Bruder hassen sich? O Imam, ich frage dich, wann ist das Ende von diesem Leid? Wann ist es endlich soweit? O Imam, all diese Fragen habe ich jeden Freitagabend zur selben Zeit. Nun, mein Brief an dich beende ich. Jetzt sende ich mich an dich. Ja, an dich, du, der mich gerade anguckt, wenn ich mit ihm sprich. Lass uns dagegen etwas unternehmen. Du fragst mich, wie? Ich sage dir, indem wir uns gut benehmen, indem wir unsere Zunge bewahren, indem wir Sunna und Schia sich vertragen, indem wir uns gemeinsam für die Gerechtigkeit bewegen und den Erlöser und seine Vorfahren als Vorbild nehmen. Denn nur so kann es möglich sein, dass die Anhänger des 12. Imams zu sein. Denn nur so sind wir für die Rückkehr bereit. Al-Ajl, Al-Ajl, Ya Sahib Al-Asr Al-Zaman. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أبو صالح المهدي صلى على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بكت كعيني يا ابن الحسين طفلا رضيعا بكت كعيني بكت كعيني يا ابن الحسين طفلا رضيعا بكت كعيني شرات نتا في دمعاتي فيا طلبك كلمة الخوة مع نختك وطلبك كلمة الخوة وخدرك بالعطش بعيالك السوة هاك اخذ الطفل عطشان يتلوى هاك اخذ الطفل عطشان يتلوى والمحمل بيدك شد يده والمحمل بيدك شديته أبد والله يا زهرة ما ننسى حسينا أبد والله يا زهرة ما ننسى حسينا أبد والله حسين وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجميلا وعينا حتى تسكنه ارضك يا الله وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين والى ارواح اخواتنا وارواح الحاضرين والسامعين والمؤسسين رحم الله من قرا الفاتحه مع الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم عاشوراء أصلها ثابت ممتد من أهل بيت النبوة وفروعها في كل سماء. غدا نحيي يوم المصيبة الأكبر في الروح والوجدان، نحييه بالعزاء بالعبرة والدمعة ليشرق من كربلاء كل يوم دروس وعبر.
مشاهدينا، قدمنا لكم هذه الحلقة من برنامج كربلاء من كل أرض. عظم الله أجورنا وأجوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.